28 دقيقة على FM أحلى راديو العربية اللي تجيكم انتوا حتى للتسعة متاع الليل. مساء الخيرات للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا، مساء الأنوار للناس اللي تبع فينا على الباج فيسبوك راديو FM ولا على شان FM TV على اليوتيوب. مع اتصالات تونس ما عنا حد يراح متغشش، عارفين بيه شعر ان شاء الله باش نواصلوا بيه تيلة الموسم. اتوال 600 اتوال 1 دياس هو الكود اللي وصلكم للفرحة ويوصلكم للربح 600 دينار كاش، وعلاش لا كياريو قيمتها 50,000 دينار من اهداء اتصالات تونس. حلقة الجمعة 7 أكتوبر 2022، تحضيرات للمولد النبوي الشريف، العصيدة والكريمة والزقوقو. فرحان برشا لأن اليوم معايا عمالقة كرة السلة عمالقة العبية. لا فرحان برشا اللي معايا اليوم القيدومة كالعادة رحمة الزغلامي النادي. عسامة رحمة. عسامة وليد لبس تخدم فرحانة اللي معانا سلمى اليوم. راني جاي يعني جاي انت برشا العصيدة متاعك حاضرة حاضرة، ما مش ثلاثة لون، لون واحد ستادير ثلاثة لون وسنة موضة كبيرة ولا ثلاثة لون. ريد سلمى اللي نعرف وين فما زقوقو فما البوفريوة فما عصيدة البيضة متاعنا الساعة أول حاجة ذيك اللي تعمل الصباح اللي بالعسل ذيك هي العادة ومن بعد العشية ناكلوا اللي بالزقوقو معلمة تعجبني. أما توا فما الموضة الجديدة اللي هي ثلاثة ألوان ثلاثة طباقي ثلاثة طباقي. هو ما يقول لك فما بيلوت وكو بيلوت هكا ولي اللي تنافس فيك على على قيادة العبية. لا فرحان برشا اللي معايا سلمى. انت اليوم عسلمة سلمى. عسلمة وليد عسلمة رحمة ومرحبا بكل مستمعين يا فهم. طبيعة الحال مانيش نسألك لا على عصيدة لا خطر ما عندك حتى دخل فيها. تجب تسألني قداش من صحفة عصيدة جاتني متأكد منه الشيء ذي انا متأكد منه. يلا سيدي ننطلقوا في الروندة الاولى مباشرة من المرسى. أستاذ التاريخ 33 سنة مدام عزيزة بن مبروك. عسلامة عزيزة. عسلامة عسلامة مدام عزيزة. إيش نوع أحوالك يا عزيزة؟ الحمد لله صحة بخير الحمد لله يا ربي الحمد لله تبعتم والله الحمد لله في خير ونعم. يلا حاضر المباراة عزيزة عبدالله. يلا وقد ما أنا متعلقش تليفون نمشيو لراس الجبل بنزارة مدام زهرة مكشيح. شعبك مدام زهرة. عسلامة عسلامة مرحبا مرحبا بكم. شنو الأحوال؟ الله يلزيك الحمد لله. الصغيرات بداوا فك عملية الفوضى في الفاكهة والدنيا ولا ما زالوا؟ يتنوش. لا بداوا هذاك من العشية اليوم بداوا شوية تحتريف متاع البندق وشوية اللوز والدنيا ذيك بدأت ها؟ برشا بحالة شوي شوي ما يكون قدير وقدره. المهم العصيدة بدأت تطيب. لا ما زالش بعد شوية إن شاء الله. بعد شوية تبدأ هاي تربي عمالة خاسمة خلينا نركزوا في 600 دينار. اه او قال لك العصيده ولا ثلاثه الوان السنه هذايا لازم اسمي انا طول فهمت هذايا عصيده ثلاثه الوان الحقيقه والله باش نكتشفها اليوم وين سمعتها راح ما قالت لي عصيده ثلاثه الوان فما العصيده اللي بخلينيز هذا اللي بخلينيز هذيك اللي بخلينيز يا ربي لحظه بربي فما عبيد تسمع فينا خليوا لنا عاداتنا وتقاليدنا رايدين لا بخلينيز لا بخميميلا سبيكيولا ما خلينا رايدين يا ربي يا ربي اللي نعرف وين زقوقو بوفريوا وهز يديك مطبق صايب صايب والمقلي هذاك موضوع هاي زهره نعم كلامي صحيح ولا غلط بجرب اي والله صحيح خويا اقوى وحده العصيده البيضه زين خليني نتفاعل مع المتبارين نتاعي فضلك اش مدخلك في الثلاثه الوان وخمسه الوان قوس قزح عصيده ساي ولا يا زهره اي والله دخلنا احنا بخلي باربيكيو باربيكيو درا شنو نعرفوا البيضه والزقوقو صحيح فرشه زقوقو وتجي فوقها الفرشه الكريمه ومن بعد ما تمسيهاش ما عندكش حق تمسها حتى تبرد تمشي تزينها ومن بعد تمشي تبدا نص الليل انت تقمر نقوم نزينها تاكل تريحه وترقد الصباح نزينوا العصيده هذوك من كل عشناهم احنا والدنيا والدنيا هذيك كل كعابر كي تلحس وعندك وعندك الزينه اللي ما مدور هذيك اسهل حاجه والزينه اللي تعمل هكا قطع ومقطوع وتتعبيها الدنيا ولا وديما صحفتي انا نعبيها اكثر زيد ماتير لا هذيك تغرس فيها البندق يلا زهره عزيزه سؤال 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثه اجابات صحيحه في اقل توقيت عنده حريه الاختيار يلعب مع سلمى والا مع رحمه. نبداو بك انت يا عزيزه. هاي حاضره
حاضرة. أنت عصيدة نتاعك طابت ولا ما زالت؟ لا زالت. آه زادة ما زالت. أي ومش مع التسعة كيكة. أي شوية. أي عزيزة أي 10 ثواني عزيزة. السؤال يقول سميلي ثلاثة أنواع عصيدة. عصيدة جوجو، عصيدة بيتا، عصيدة فريوة. فوالا خلينا هذاك دخلنا احنا في عصيدة بيستاش وعصيدة صحيح ولا لا؟ حطوا على السكر يا عزيزة صحيح ولا لا؟ صحيح وخاصة العصيدة البيضة. صحيح توك عصيدة بيضة هذيك الصباح على روحها وعندك الزقوق والبوفريو ونزيدك مطبق. لمن استطاع إليه سبيلا. حلو. أي ثلاثة إجابات صحيحة في 4 ثواني. برافو يا عزيز. أي لا زهرة. حاضرة. أي السؤال يقول سمي لي ثلاثة حاجات نزينوا بهم العصيدة. اللوز بفريو بيستاج. لوز بفريوة بيستاش في 3 ثواني. 3 إجابات صحيحة. برافو يا زهرة. لك الكلمة. رحمة ولا سلمى؟ رحمة. مرحبا مرحبا عزيزة معينة. لا زهرة مع القيدومة وعزيزة عسيمة مدام عزيزة مع سلمى. يلا سلمى ليزيكيب قال لاخر خبزك مخبوز وزيتك في الكوز والعصيده توبك المدلك. هي مازال المدلك ايه حسره على المدلك توا حاضره تك تك تعمل ما احنا الحاجه اللي لازمك تعرفها اللي المدلك كنا ناكلوا به ترايح عنده اوبسيون اخرى اللي هو التريحه بيان سور خاطر هو يجي مره في العام اما يخدم عام كامل تريحه هو يجي يستعملوه نساء مره في العام مره هكا ولا في العصيده وبقية كل نستعملوها ترايح. يلا سؤال البزر سؤال الأولوية عزيزة زهرة تقعد تسمع فقط. سلمى رحمة السؤال يقول زبير التركي رسام ولا كاتب؟ سلمى رسام. رسام جواب صحيح. برافو سلمى. زبير التركي رسام. برافو يا سلمى. لك الكلمة أنت والعزيزة. هاي عزيزة. هاي غنيو لك عزيزة. عزيزة كالغنية بتاع عزيزة. غنيو ها تغني روحي زين. تغني روحك سارة. هاي مرة بعد كي تربح كان ربح تغنيها. يلا عزيزة سلمى 30 ثانية. السؤال يقول أنا هو الحيوان اللي ذكر هو اللي يحمل ويلد. الاقتراحات فرس البحر الدولفين ولا الكنغر. عزيزة يعني هو الحيوان اللي ذكر هو اللي يولد هو اللي يحمل ويولد ويلد الدولفين لي والكنغر زادا مصور لي فرس البحر ما عنديش فكرة نحطو فرس البحر شو باغي ليميناسيون احنا قولوا فرس البحر قولوا فرس البحر قولوا اللي تحبوا. فرس البحر. عزيزة عندي المخرج اليوم مغشش ما فهمتش بيه. والله لا. يا مغشش يا مغشينو. هو يا مغشينو يا عنده موسم. قاعد نفهم أنا شنو العملية. خمسة كله يضحك سارح نغزر له السيد المخرج سارح في ملكوت الله. دونك فما حاجتي يا هو موسم ولا ليه هكا ولا موسم موسم يزرق يحب يروح ياكل العصيدة لا يظهر لك لا لا ما دار فيه مش مروح جملة الصباح. يلا سلمى اخترتوا فرس البحر وجواب نهائي هكا ولا بار اليمناسيون تكتيك منطقي استبعدت الدوفان هكا ولا ليه الدوفان ما واستبعدت الكونغورو ليه الكونغورو كيف كيف هي اللي تحبل ما مش أذكر متأكدة معك عزيزة نعم تضحك عزيزة تبعت سلمى يا عزيزة الله نتبع يا عزيزة حبيبي الحيوان اللي الذكر هو اللي يحمل ويلد ماهوش الدوفان ارتحنا من حاجة الحمد لله أقعدك الكونغورو لا لا الكونغورو الأنثى هي اللي تحمل وقعد حصان البحر لا
الحقيقة ما نعرفش اللي هو فرس البحر. والإجابة يا سلمى صحيحة، نقطة. تكتيك صحيح عملته سلمى. سبحان الله بالحق، سبحان الله. بياسير ليبوكامب معلمة في الثقافة المائية ما تفدلكش. ليه كان ناشيونال جيوغرافي اللي تبعو عندك ما تعمل اللي تبعو فينا على اي اف ام تي في نجمو شوفوا فرس البحر ولا حيوان سمحني حصان البحر. هو اللي يلد يظهر لي الكائن الوحيد اللي يذكر هو اللي يولد نورمالمون. يلا سؤال البزر، وما ادراك ما البزر؟ الكوبيلوت غالب البيلوت. عايزي ما تعطينيش بعينها ميسيلش، خليها في فور ما خليها ميسيلش. السؤال يقول شي عرفنا وقتاش نقولوا لشخص انه باش يموت على عكاز؟ فار في الزئ ما كملش العكاز. مالك هكا ما عطيني الاجابه. وهو يحضر وقت اللي نخمو فيه. وقت اللي اي وقت اللي تخمم فيه وهو يجي، ولا تحكي عليه وقت اللي تحكي عليه ولا تخمم فيه وهو يجي. قول له باش تموت على عكاز هكاك. يلا ولكن الفار شدك بالكمشه. دونك رحمه زهره، يلا زهره. اي يا زهره اي حاضره باش تعدل النتيجه ان شاء الله. السؤال يقول انا هي الجهه المعروفه بالشرفيه؟ الاقتراحات قرقنا، بنزرة الهواري، هي طريقة صيد تقليدية. أنا هي الجهة المعروفة بالشرفية طريقة صيد تقليدية. قرقنا بنزرة ولا الهواري؟ يظهر لي الهواري. يظهر لي الهواري. الهواري طريقة صيد قديمة تقليدية. أوكي يلا قولوا الهواري. زهرة قاعدين تجاوبوا بالزهر ولا عندكم المعلومة؟ لا أنا والله ما عنديش المعلومة، وحطيتها بالكنون فقيدة القرقنة. إيه هي قالت من الأول ديريكت الهواري قلت لعشي بلادها. أنا بنزر ديجا مش الهواري. وعلي استبعت قرقنة؟ ما نعرفش خاطر هما معروفين أكثر في الصيد، يعني الصيد التقليدي. الصيد التقليدي هكاكا. الجهة المعروفة بالشرفية وهي طريقة صيد تقليدية للأسف يا زهرة ماهيش في الهوارية، هي في قرقنا. قرقنا قرقنا عارفين بها. تحية صديقنا فرحات هنينا قرقني ورانا شوي هزنا قرقنا ورانا طريقة الصيد. يلا ميسيرش مازالت المباراة توتوكا. احنا النقطة ذي جاتنا هناني بنيني لما حال. وي صحيح ولا ايه؟ وي معناها ما ضاع شيء. البزر مرة أخرى، السؤال يقول شنو الشجرة اللي ناخذوا منها زقوقو؟ صنوبر. صنوبر. الصنوبر جواب صحيح. صنوبر. صنوبر. الصنوبر جواب صحيح. برافو سلمى. نقعد مع مدام عزيزة. اي عزيزة اي اي العزيزة 30 ثانية باش تاخذ نقطة ثانية يا عزيزة. تتشاور انت وسلمى تعطيني الاجابة قبل ما يفوت توقيت السؤال. يقول شنو يعملوا اهالي جزيرة ارواد اللبنانية في المولد النبوي الشريف؟ الاقتراحات يشعلوا الإطارات المطاطية، يتسلقوا جبل موجود في الجزيرة، وإلا يصوموا. عزيزة عندك فكرة؟ نصور يصوم. أنا ما عندي حتى فكرة. والله أنا ما عندي حتى فكرة. زي ما عندي. أهالي جزيرة أرويد اللبنانية في المولد النبوي الشريف ما تصورش باش يقوموا يتسلقوا جبل. يشعلوا عليه باش يشعلوا معناها. يشعلوا. ما هو لمحاني بالك شي يتسلقوا جبل عادة وقولوا يصوموا بل. يلا انتهى التوقيت. انتهى التوقيت. قولوا اي اعطيني الإجابة عزيزي. بهم اهلي جزيرة بالك شي يتسلقوا الجزيرة عزيزي. يلا ما عادش عنا توقيت، ما عادش عنا توقيت عزيزة. اعطيني الإجابة. يصوموا. يصوموا جواب نهائي. يصوموا يقولوا يتسلقوا الجزيرة.
هلي جزيرة أرويد اللبنانية في المولد النبوي الشريف يا عزيزة. يا عزيزة يا أخوي. نعم. مشيت لي صومو أنت. ها وسلمى اختارت يتسلقوا جبل موجود في الجزيرة. كان هما أهالي جزيرة كان عندهم جبل ينجموا يتسلقوا. هما مخاخهم ماركة مظاهرات يشعلوا الإطارات المطاطية للمجر جيبة خالطة. ها يعملوا ثورة وحدهم. يعملوا ثورة وحدهم. احنا كان في الثورة هذوما نعملوا. يلا اوتوكا سكور اعطينا سكور سيد المعدة. دونك عندنا نقطة النقطة لسلمى ومدام عزيزة، مازلنا صفر من النقاط المدام زهرة ورحمة. سؤال الأولوية مرة أخرى، السؤال يقول أنا هي المدينة التونسية اللي فيها المهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف؟ قروان. القيروان جواب صحيح. أحسنتي أحسنتي يا سلمى. به مرة أخرى مدام عزيز. يلا عزيز. يلا عزيزة ركز لي تو 30 ثانية. سؤال يقول وين موجود مهرجان الأغنية الصوفية من 6 ل 8 أكتوبر؟ اقتراحات صفاقس، المهدية، تستور. مهدية يا صفاقس يا المهدية. مهدية نتصور مهدية خاطر مهدية عندهم الحزب. اي عندهم. اما ليه اما يدول يعملوا في صفاقس يدولي فما مهرجان. انا نعرف في فما مهرجان الاغنية الصوفية يدولي في صفاقس. نمشيو نحطوا صفاقس. يلا انتهى التوقيت. صفاقس عزيزة باش تبعها ولا باش انا صفاقس يا عزيزة طبعا. اي يا عزيزة شنو عزيزة؟ صفاقس. صفاقس جاوبني. مهرجان الأغنية الصوفية من 6 ل 8 أكتوبر. اختارت المهدية هي من الأول. والمهدية معروفة بحزب المهدية. حزب المهدية. اللي فيه البنادر وفيه الدربوكة. ها؟ استبعدتوها وتبعت رايك ومشيت لولاية صفاقس. يا عزيزة يا نعم خايف لناكلوا العصيدة يا عزيزة. يصير شعادي لكم. مهرجان الأغنية الصوفية من 6 ل 8 أكتوبر هو في صفاقس. جواب صحيح. نقطة ثانية رحمة كونكتي ولا حاجة؟ لا والله. اه به فقط العصيدة نتاعها. ماشي فورمة رحمة مغشة. عصيدتها ما طابتش. عصيدة ما طابتش. طابت اما نقصة سكر. اي والله حويل. ما لقاتش السكر. حط سكر مقطوع. حطك القطر هذوكم ولا شنو هما هذوكم؟ لا تو نزيدها البخاليني. بخاليني. اي يا بخاليني. بزورك يا بخاليني. السؤال يقول شنو هي عاصمة دولة كوبا؟ لهافان. هافانا. هافانا جواب صحيح. ريتكم باش نعرف. نعرف ديها. انا نعرف ديها. ديها يا لا رحمة. زهرة. نعم صفا. زهرة صفا لغيه. يا زهرة 30 ثانية تشاور انت والقيدومة تعطيني الاجابة قبل ما يوفى التوقيت. سؤال يقول ماري أندرسون هي أول امرأة اخترعت. الاقتراحات مساحات زجاج السيارات، السشوار، ولا النظارات الشمسية. مدام زهرة ماري أندرسون قالك هي أول امرأة اخترعت مساحات الزجاج السيارات. الزجاج. زجاج السيارات. عاود قول الزجاج. الزجاج. صحيح. زجاج السيارات. الاسويغلاس. السشوار ولا النظارات الشمسية؟ نظارات شمسية؟ لا النظارات الشمسية راجل اللي يعني. اللي اخترعها. اللي مرة تقعد يظهر لي ما دامها امرأة يظهر لي انا شاكة في الاسويغلاس ما نعرفش عليه. انتهى التوقيت. زهرة اعطيني الإجابة. السشوار.
كيفاه؟ سيشوار؟ لا سيشوار يظهر لي بياج هذاك خاطر ديريكتومون باش يمشي مخك في السيشوار. زهرة ما عادش عندي توقيت رحمة. زهرة باش تبع رحمة ولا باش تبدل رايك للسيشوار؟ تبع رحمة جاوبني. أعطيني سكور بربي نقطتين صفر به. جواب نهائي مساحات زجاج السيارات اللي هي لي سوي كلاس. علاش كي ننطقوا زجاج لازم نشدك لازم تشد الكروم خاطر الحروف صعاب الزاي زجاج حرف الزاي والجيم زجاج خلينا نقراوها بالحرف بالحرف. قولوا بالله وكهرب والله عجب بالله الكراهب والله يا زهرة عجبت هاي جي معنا معدة زهرة عنا زهرة ولي مساحات باللور السيارة صعيبة هذه والله هاي سهلة اما لازم انا تعمل لي كروم في فمي بشان انا ننطق هذا يا زجاج الطبالة كروم يا زهرة نعم هكا اللي قلناها توا هذيك مساحات باللور السيارة جواب صحيح يا زهرة طلعت صحيح نقطتين الحمد لله الحمد لله سلكناها الحمد لله تدليل الفارق دونك نقطة الزهرة نقطتين هذيك هي اللي طلعت بالفازة والله يعطيها الصحة يعطيها هذول هي خارجة وش تاع تطخيرها والله قالت لازم نلقى حل نلقى حل جبدت يا سيدي البزور مرة أخرى السؤال يقول بين سليانة وتطاوين وسيدي بوزيد أنا هي الولاية اللي فيها صحراء تطاوين تاتا وين قعدتوا تخموا بالحق لا والله كنا ثلاثة خاطر قلت لكم بين سليانة وتاتا وين وسيدي بوزيد أنا هي الولاية اللي فيها صح بيان سور تاتا وين من عمل ستار وورز قعدتوا تخموا ها مش تخموا مسيس تعطينا حاجتين عرفت هي بالاستئناس دونك عطيت ثلاثة قعدت تاتا وين صوروا ستار وورز نورمالمون هذيك هي الصحراء معروفة بال وعلاش قعدتوا تخموا معناها نعرفش هكذا ساغي يا العزيزة يا عزيزة رقدت لا لا فيك يا عزيزة 30 ثانية يفصلوك على 600 دينار كاش بهين الله يسلوني برشا مشاريع برشا مشاريع ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ديما محلولة في وجوه الناس كل نجمعين عزيزة تشاور انت وسلمى تعطيني الإجابة قبل ما يوفى التوقيت السؤال يقول شكون هجمت على إسرائيل مع مصر في حرب 6 أكتوبر الاقتراحات فلسطين الأردن ولا سوريا عزيزة شكون هجمت على إسرائيل مع مصر تاريخ يا ربي شكون هجمت على إسرائيل مع مصر في حرب 6 أكتوبر فلسطين الأردن سوريا كان ما تجاوبش عليها قلبك مش نكلولك يا عزيز عزيز والله نسيت عزيز أستاذ التاريخ عزيز نسيت والله نسيت عندي برشا يا والله حويل بعدين نشوفوا كيف نقصوها في المونتاج يعطيوني الإجابة بين فلسطين الأردن وسوريا عزيزة سوريا جواب نهائي سوريا جواب نهائي انت ما عندكش الإجابة سلمى جملة ما تحبش الحروبات فسخ لا لا فسخ بسلم فسخ بيس اند لوف بيس اند لوف يا عزيزة لا لا قاعدة تقري توا لا لا والله عصد قاعدة تعصد نسيت والله باهي سامحتك يا ناي نسيت بالحق خصولي بربي البارتي هذيا وانا هكا جاوب الديريكت هم كوا جاوب الديريكت اللي هجمت على اسرائيل مع مصر في 6 اكتوبر يا عزيزة مش فلسطين مش الأردن خاطر فلسطين وقتها زاد يعربيها ربي تشكي ربي اللي كانت عندها قوة عسكرية داير كانوا فرد بلاد هما هكا ولا شنو اللي كانت مع مصر فرد بلاد
كانوا فرد علم فرد بلاد ويحكمهم ظهر لي الملك فاروق هكا ولا هي سوريا. جواب صحيح. مبروك عليك عزيزة، 600 دينار كاش من إهداء اتصالات تونس. مبروك عليك عزيزة. يعيشكم. هاي عزيزة غني لنا، تقعدي مش غني لك عزيزة عزيزة. سمعناك السوايع. سمعكم. عزيزة عزيزة سمعنا. مش سمعنا. هاي ما تحشمش. سمعكم حاجة صالحة. مش غني موشحات. شوية شوية صغير. هاي أعطيني أنا فا. فوق الشجرة أم الأحسن غنت، فوق الشجرة أم الأحسن غنت. يا بنتي فك عليك متاريخ. برافو عزيزة، ميرسي بوكو، ومبروك عليك 600 دينار كاش من هدا اتصالات تونس. ومحلاه صوتك يا عزيزة. يعيشك ربي يفضلك. سلام بلعمت معايا كثير ومن كثير اللي يعيشك. يعيشك يعيشك. ميرسي بوكو عزيزة، نسلموا عليك ان شاء الله مولدك مبروك. لا زهرة. نعم. هذاك قانون اللعبة، عندنا مرتبة أولى ومرتبة ثانية. مبروك عليك بونداشا قيمته 100 دينار. مبروك من هدية اتصال تونس. مبروك عليك زهرة، ونخلي لك مود لافان على شكون تحب تسلم. العائلة الكل نقول لهم سلام عليكم مبروك، وانتم زادة وكل اللي يجي ربي يفضلكم ليا وراجلي. إن شاء الله كل عام حيين في نفس الثلاثة. أمين يا رب. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. مولدك مبروك. مبروك عليك البوندشا قيمته 100 دينار من هدية اتصالات تونس. انت زادة اللي تسمع فينا وين ما كنت، اتوال 600 اتوال واحد دياس، ويخليك يوصلك لل 600 دينار، ويخليك توصل للسيارة قيمتها 50 مليون من هدية اتصالات تونس. ترتاح صغيرة مع الموسيقى رجعين. ثمانية وثلاثة واربعين دقيقة على في محل راديو، مازلنا مواصلين معكم في الروندة الثانية من العب يلا. الروندة الأولى انتصار سلمى ولا عزيزة كوال. منتظروا الروندة الثانية، بالك استفاقة التنين بعد شوية. بدلنا لها البزر، قالت البزر سفابا، بدلنا لها البزر. فما حاجة أخرى اللي رحمة تحب لليكها ومول مريقلة دراعك عليه معناتها الكرسي مرتاح. مرتاح. نسمع بالكتاف. نسمع بالكتاف. رب دابو زامي سي بون. اي ننطلقوا في الروندة الثانية مباشرة من سيدي بوزيد 22 سنة، هارون العبدلي. شحالك هارون؟ عسلامة. مرحبا مرحبا. شو احوالك يا الهر؟ لا يدفع. اسمك على اسم ابن صديق لي سليم ابن هارون، حبه برشا انا الهر، دونك نعيط له ديما الهر. انت اليوم باش نعيط لك الهر. حاضر الهر. حاضر يلا اقعد معنا ما تعلقش تليفون. هارون نمشيو للمنيه ل 38 سنة. نرجس العوني. شعبك نرجس؟ عزيمة. لباس نرجس؟ مولدكم مبروك. مولدك مبروك. كل عام بخير. عايشة كل عام وانتم حيين بخير. نبداو بالسؤال العادي والمعتاد، اشنو حوال العصيدة؟ لباس. اشنو حوال؟ كملناه. اه سايي سايي. اه معلمة انت. زبوكو ولا بوفريوة ولا ثلاث الوان؟ كيفاه؟ لا 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 خلينا في الزقوقو. زقوقو صحيت صحيت. فوق الكريمتها ودنيتها وبعد زينها هكا ولا؟ وان شاء الله غدوه نعملوا البيضه ان شاء الله. غدوه ان شاء الله محليها البيضه. منظمه نرجس منظمه امورها واضحه. صغيرات لباس؟ الحمد لله الحمد لله. يلا نرجس هارون سؤال سؤال 10 ثواني 10 ثواني، اللي يعطيني ثلاثة إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار. رحمة وإلا سلمى. نبدأ بك أنت نرجس. هاي ليديز فرست. حاضرة؟ حاضرة. 10 ثواني نرجس. السؤال يقول سميلي ثلاثة فواكه جافة تترحى. لوز فستق بندق. لما حال البندق هذية بطري واحد. البندق هذية ذنوبي. أنا مش نعمل روحي عين مرات ما يترحاش البندق. شنو يترحاش؟ يترحاش نومي يتزين بي فوت يتزين بي. ما لا علينا.
نعتبروه يترحاب في ده في عادات وتقاليد لا نرجس البندق يترحاب 6000 مليار يترحاب في قدم ثانية زول ثواني ثلاثة إجابات صحيحة برافو نرجس أي هارون أي حاضر الهر يا حاضر دي مقابل السؤال يقول سمي ثلاثة ألوان حلوة نزينوا بها العصيدة أصفر وأحمر وأبيض أصفر وأحمر وأبيض ثلاثة إجابات صحيحة في ثلاثة ثواني رغم اللي أنا الحلوة دي من عرفيش الأصفر فما الأزرق والروز والأبيض كيما الدنيا ذيك معناها دراجي 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 معناها اللي فيها البندق اللي فيها اللوز من داخل أي فيها اللوز الأزرق فاتح وروز وأبيض وروز وأبيض أي لا 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 الروز مش نعتبروه أحمر فهمت فما الأحمر لا فما 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 شنو انتم الفينو يعملوا كان لا اللي زينوا بهم العصيده هما الروز والازرق والابيض الاخرين نتاع العروسات نتاع العروسات نتاع العروسات ما فما الاحمر وفما الاخضر وفما صحيح صحيح به ثلاثة اجابات صحيحه في ثلاثة ثواني هارون نرجس في زوز ثواني نرجس كانت اسرع من هارون دونك نرجس لك الكلمه رحمه ولا سلمى رحمه مرحبا للا اختي مرحبا نرجس مع رحمه هارون مع سلمى ننطلقوا في سؤال الاولويه البزار وما ادراك ما البزار اللي مسبنا يا نغار ها ما لا عبا الرحمه عندك صابرين وعندك عبير وعندك تبارك الله برشا يا نغار او يا نغار محليها الاغنيه السؤال يقول وين موجود جامع الازهر في مصر ولي في مصر جواب صحيح رحمه الازهر انا داخل يجهون يقولوا لي وين ماشي غطي راسك يعطيوك لبسه معناها كي بدا ما عندكش يعطيوك حتى احنا هنا كي تدخل جامع عقبه بن نافع ولا اي جامع يلزمك تغطي راسك بياسور به رحمه معك نرجس هكا ولي اي نرجس هاي 30 ثانيه نرجس سؤال على نقطه السؤال يقول وقتاش بداو في بناء جامع عقبة بن نافع الاقتراحات 570 670 770 نرجس جامع عقبة بن نافع قالك وقتاش بداو يبنيو فيه 570 670 ولا 770 انا نقول 670 يظهر لي هكا فلوس 670 ولدي عاملين القرعة في التاريخ ربي فضل منك وربي نشر تلمو قريتو حفظتها معاه ها ماني ريت كيفاش ربي فضلهم قولوا 670 نرجس نعم وقتاش بداو في بناء جامع عقبة ابن نافع بين 560 ميلادي ولا 670 ميلادي ولا 770 ميلادي اخترتوا 670 ميلادي هكا ولا اي وقلت قريتها لولدك اي ان شاء الله ما خلتنيش ذكرتي 670 جواب صحيح برافو معلمة امورها واضحة ها هاو كريت معناها تشد المعلومة تلمون قرات ولد اي سورتو تبدا جديدة الحكاية ها فوالا به انا نقطة النرجس مازلنا صفر من النقاط سلمى وهارون سؤال الأولوية مرة أخرى السؤال يقول عدد الولايات المتحدة الأمريكية عدد الولايات المتحدة الأمريكية نعرفهم نزلت أنا سؤالي من غير اقتراحات خمسة وفما زوز مازالوا ما همش هي 50 اما فما زوز من عاش مازالوا ما قروش عليهم هو يعطيك صحة الرحمة ولكن سؤالي مازال ما كملش خاطر هو انا نكمل في السؤال نقول نقول لك انا نتخايل جوست في 50 ولا 57 داكسيدها واحد اخر دونك 50 جواب صحيح رحمة ولكن الكلمة سلمى وهارون اي هارون يلا هارون 30 ثانية هارون تعطيني الإجابة قبل ما يوفى التوقيت السؤال يقول الحجرة النبوية الشريفة هي حجرة الاقتراحات حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها وإلا حجرة الس
السيدة فاطمة الزهراء. هارون، عندك فكرة على الحجرة النبوية الشريفة؟ هي حجرة عائشة رضي الله عنها، اللي أنا جو باس عائشة، قولوا لي عائشة. عائشة 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 رضي الله عنها. السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، جاوبني. هي الحجرة النبوية الشريفة هي حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح بيان سور، ولا حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، وإلا السيدة فاطمة الزهراء. اخترت السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، جواب صحيح، برافو. أمورنا واضحة، اللهم صل على النبي. نقطة نقطة، أموركم 5-5. البوزر مرة أخرى، السؤال يقول: شنو هو اسم أم سيدنا محمد؟ آمنة. السيدة آمنة، برافو. سلمى، برافو. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أحسنت يا سلمى، دونك عندك الأولوية. نقطة ثانية هارون، تستنى فيك. السؤال يقول: شكون الشاعر اللي كان مغرم بأم كلثوم؟ الاقتراحات: محمود بيرم التونسي، محمد عبد الوهاب، ولا أحمد رامي. هارون، عندك فكرة على الشعر اللي كان مغرم بأم كلثوم؟ أحمد رامي. أحمد رامي، حتى نقول أحمد رامي. أحمد رامي، جواب نهائي. هارون، تفرجت في المسلسل في المسلسل أحمد رامي؟ أحمد رامي، تفرجت في المسلسل. وهي كان فما واحد مش مغروم بها، كلهم كانوا يحبوها، القصبجي أكثر واحد حب. قصبجي، قصبجي والصنباتي، وكلهم حبوها. كل حبوها، ما خذيت حد منهم بعد. عظمة على عظمة. أي أما أحمد رامي كان مغرم بها، وأنا فما حكيته كان لا يكتب مسكين في في العشق، يعني قلت لكم صحيح. أحمد رامي، نقطة أملة. الشجران دامور هو اللي خرج، هو اللي خرج، هو قالوا له كيف علاش ما تعرسوش، قالت له منهارت باش نعرس بيه، ما عادش باش يكتب. صحيح، باش يموت الحب هذاك، حب كبير. يا سيدي، نقطة ثانية لهارون وسلمى، ما زلنا نقطة وحيدة لنرجس ورحمة. ننطلقوا في سؤال الأولوية مرة أخرى. السؤال يقول: كيف نحب شكون يركز معانا ويسمعنا؟ نقولوا أعطيني، أعطيني وذنك، أعطيني وذنك، جواب صحيح. أعطيني وذنك، في بالك يضحكوا علينا البركة، نقولوها معناها أعطيني وذنك، مد ما يفهموهيش. أيبا عنا فازات، نحن لغتنا صعيبة، نحن أحلى لغة في الدنيا، نحن أقعد واقف أحلى لغة في الدنيا. ذاك يعكس الطبع التونسي، خاطر التونسي كيك نجم يكون فرحان هو حزين من داخل، نجم ما تفهموش. تاش هي القوة فينا احنا، شنو احنا نفهموا الابش فسال، احنا نفهموا تو كي نتفرجوا في مسلسل مصري نفهموه، نفهموا لغات، مسلسل لبناني نفهموه، مسلسل عراقي نفهموه، هما ما يفهمونيش. في مصر قلت له اعطيني كعبة كرموس، قال لي ايه ده، ايه ده، هو قال لك ايه ده، مش لازم تحكي مع المرش. قال شنو هذاك. يا رحمة، رحمة نرجس، 30 ثانية باش تعدل النتيجة يا نرجس. السؤال يقول: أنا هو البلد الأول عربيا في مؤشر الديمقراطية وحرية التعبير؟ الاقتراحات: الإمارات العربية المتحدة، الأردن، ولا تونس. أنا هو البلد الأول، تسمع فيها نرجس؟ أي. أنا هو البلد الأول عربيا في مؤشر الديمقراطية وحرية التعبير، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، ولا تونس. يظهر لي تونس، يظهر لي تونس بعد الثورة اللي عملناها والشيء. يلا مؤشر الديمقراطية قال لك وحرية التعبير. يلا نرجس، أعطيني تونس، تونس. جواب نهائي تونس، تونس.
البلد الأول عربيا في مؤشر الديمقراطية وحرية التعبير بين الإمارات العربية المتحدة، الأردن وتونس. اخترت تونس والإجابة صحيحة. جواب صحيح. نقطة ثانية، تعادل عادل بين رحمة وبين سلمى وبين هارون ونرجس. السؤال اللي باش يفصل المباراة، البزور، وما أدراك ما البزور؟ المرة ذي البزور بثوابه نعمل. ربي تستر. السؤال يقول: فما 11 كوكب شمسي ولا 8؟ 8. 8 جواب صحيح. برافو رحمة. آه يلا رحمة. نرجس. نعم يا نرجس، أين أنت يا نرجس؟ نعم أنا هنا. قلت لي العصيدة طيبة وزقوق ومريق، الأمور واضحة. أي صحيح. مازالت الزينة. مازالت الزينة. توا تركز مليح، خاطر راهو 30 ثانية ذوما يسويو 600 دينار إن شاء الله، نجم تزين الدنيا الكل. يلا نرجس رحمة، السؤال يقول: وين يتعمل المهرجان الكريمة الكاكي؟ الاقتراحات: الدهماني، وشتاتا، ولا ميرث؟ نرجس، وين يتعمل المهرجان الكريمة الكاكي؟ الدهماني، وشتاتا، ولا ميرث؟ تبعني خاطر سمعت الحكاية هذه نهاري التالي في الانستغرام اللي هي في وشتاتا. وشتاتا مالا؟ اي نقول وشتاتا. وشتاتا يلا مشتيتها. وعمري ما ذقتها. هي كي كعبة الطماطم. كي كعبة الطماطم، تشبه الكعبة الطماطم، مش لو نحب ندوقها. بنينة. ما زلت عمري ما ذقتها. وبنينة. يا نرجس. نعم. شكون بحذيك في الدار؟ أنا وأختي. وأولادي. أنت وأختك وأولادك. أي. ما لبش عملوا لك مهرجان. مهرجان العقيدة ولا الكلمة؟ مهرجان 600 دينار. مبروك عليك، جواب صحيح. وشتاتا جواب صحيح. مبروك عليك نرجس، 600 دينار كاش من هدية اتصال تونس. مبروك. ربي يفضلك. خلي لك مدة فا يا نرجس، على شكون تحب تسلم ولا على شكون تحب تعايد؟ نسلم على دارنا، أختي هالة اللي بحذايا، وليدي واللي يخدموا معايا والناس اللي تعرفني الكل. واحنا نسلم عليك برشا. مولدك مبروك، مولدك مبروك، وكل عام وانت حية بخير يا نرجس. مبروك عليك 600 دينار من هدايا اتصالات تونس. هارون. هارون انت زادة مبروك عليك، بوندا شاقيم تو 100 دينار من هدايا اتصالات تونس. مبروك عليك هارون. هاي على شكون هتسلم هارون؟ هاي تحية لعائلتي وصحابي كل وللحوم. واحنا نسلم عليك برشا هارون، ومبروك عليك البونداشا قيمته 100 دينار. الفايز معنا في الديجيتال بارح عماد مطر من مبروك. تونس مبروك عليك، 600 دينار كاش. بعد شوية تشوفوا أحوال الطقس مع العظيمة ملاك العبيدي، ونقولوا لك كل عام تحب خير ومولدك مبروك. ملاك ميرسي بوكو، تحية كبيرة ليك سلمى. ميرسي ومولدك مبروك. رحمة الزغلوي نادي مولدك مبروك، تحية ليك. مبروك على أمة محمد الكل. وصديقي دليل نادي سلام عليها برشا. عاطف في الإخراج، ميرسي بوكو، مولدك مبروك. عاطف زهراء في الإعداد، هي وياسمين زادة مولدكم مبروك، وكل عام وانتم حيين بألف خير. ويام وسفيان تحية كبيرة ليكم، فريق FM TV وديجيتال مولدكم مبروك. الناس الكل نتلقاو إن شاء الله نهار الاثنين في نفس التوقيت. رخصنا من الناس كل، مولدكم مبروك وباي باي.